اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده مليانه اثاره وتحدي من برنامجكم المفضل مايند ميكرز. وصلنا للحلقه الثانيه في الدور قبل النهائي، وفي كل حلقه بنشوف افضل وابدع مدرسين في مصر. كل حلقه هتكون اقوى من اللي قبلها، كل حلقه هتكون اكثر تشويقا من اللي قبلها. سعيد جدا جدا بصدى برنامج مايند ميكرز وتاثيره على المدرسين اللي بيستعدوا دلوقتي للعام الدراسي. دلوقتي المدرسين بيدخلوا على برنامج مايند ميكرز على صفحة البرنامج على الفيسبوك عشان يتعلموا أفكار جديدة يطبقوها في الفصول. الحمد لله إن إحنا قدرنا نوصل طرق جديدة وتفكير جديد وإبداع جديد وتشويق أكتر للعملية التعليمية. دلوقتي بقى في برنامج بيطور التعليم في مصر، بقى في برنامج بيقدم وجبة دسمة للمدرسين إزاي يتعلموا أفكار يطبقوها في الفصول بتاعتهم. وعشان خاطر برنامج مايند ميكرز بيحصر المدرسين في وضع معين وأفكار معينة يقدر أي مدرس يستخدمها في أي فصل في أي محافظة في أي قرية في مصر. مش محتاج يقول أنا بقى عندي إنترنت ولا عندي حاجات ديجيتال ولا لأ، دلوقتي أي أفكار بسيطة بالهاندز أون أكتيفيتيز اللي بنعملها في الاستوديو تقدر تاخدها وتطبقها في الفصل بتاعك. الحمد لله إن إحنا نجحنا في ده، والحمد لله إن إحنا قدرنا نساعد المدرسين ونطور أو نساعد في تطوير العملية التعليمية في مصر. خلونا نبدأ حلقتنا بالترحيب بلجنة التحكيم الموجودين معانا النهاردة، واللي هنبدأ من اليمين دايما معانا الدكتورة هناء الببلاوي مديرة مدرسة إديوفيرس إنترناشونال سكول. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك. ومعانا النهاردة لأول مرة الدكتور نور الدين السيد معروف خبير المناهج ونظم التعليم ومؤسس منصة ألسن لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين. أهلا بيك يا فندم. أهلا دكتور. ومعانا دايما الأستاذة نهال الحديدي الشاعرة والمترجمة والباحثة في مجال اللغة الإنجليزية. أهلا بيك يا أستاذ. ودلوقتي نروح ونشوف أخبار الكواليس بتاعة المتسابقين النابغات اللي معانا النهاردة، ثلاثة من النابغات هنشوف هيعملوا إيه وهنعرف أخبارهم ونشوف آخر استعداداتهم إيه. أهلا بيك يا نور. اهلا بيك يا دكتور تامر، واهلا بكل متابعينا في كل مكان. حلقات قليله قوي بتفصلنا عن نهائيات مايند ميكرز، وانا دلوقتي معايا ثلاث متسابقات فازوا في المرحله الاولى وتاهلوا للمرحله اللي قبل النهائيه. هند، ايه، شيماء، اخباركم ايه؟ الحمد لله. عديتوا مرحله صعبه بس رايحين بقى الليفل الوحش، المرحله الاصعب. عايز اعرف من كل واحده فيكم احساسكم ايه النهارده وانتوا خلاص في التصفيات يعتبر. لا الحمد لله، هو احساس كويس وجميل، بس بقى الواحد بقى عنده مسؤوليات اكتر، يعني بقى في مسؤولية انه عايز يعمل، يبدا يطلع حاجات اكتر. احساسك دلوقتي مختلف عن اول مرحلة؟ المسؤولية برضو والاهتمام بقى زيادة اكتر، فالحاسة بتوتر اكتر بخوف اكتر. خفيف. اية قوليلي احساسك ايه وانت خلاص في شوية توتر عن الحلقة الاولى، بس هو الاحساس واحد، اي حد التحق بالبرنامج فهو فايز، فانا فايزه في المرحله الاولى وفايزه في المرحله الثانيه وفايزه كمان في المرحله الثالثه، اي حد التحق بالبرنامج فهو فايز. في شويه توتر بس ان شاء الله خير باذن الله. لا انا حاساكي هاديه ما شاء الله. شيماء قولي لي، هي التجربه حلوه بكل جوانبها سواء في المرحله دي او في المرحله اللي فاتت، ولو ربنا اكرم نبقى في المرحله الجايه، بس هي فعلا زي ما ايه قالت وجودنا هنا في حد ذاته هو فوز كبير جدا بصراحه، يعني شكرا لكم قوي. هند قولي لي، البرنامج طلع فيكي اكتشفتي ان فيكي مهارات في الشرح ما كنتيش مكتشفاها قبل كده؟ مش مهارات، يعني ابتكارات اكتر في ان انا اقدم الدرس بطريقه تشد الطالب اللي قدامي تجذبه، يعني احاول انزل لتفكيره عشان يفضل معايا طول الحصه وياخد المعلومات كلها. طب لو لاحظتي ان الطالب مش مركز خالص تعملي ايه بقى؟ لا بفصله بجيبه، يعني بحاول اشده باي طريقه، بشده باي كلمه ممكن تطلعه من المود اللي هو فيه، ان هو يجي يستخدم معايا، يقيس معايا، يمسك معايا، فكده فبيبقى مركز معايا اكتر. قولي لي يا ايه، ايه الجديد اللي انت هتقدميه النهارده مختلف عن العروض اللي قبل كده؟ هي الافكار المره دي مختلفه عن المره الاولى. طبعا احنا شفنا كل الحلقات اللي فاتت اتعلمنا من كل مدرس في كل تخصص، فان شاء الله اتمنى اللي هنقدمه النهارده يكون مختلف عن اللي قدمناه في الحلقه الاولى. وانتي يا
اتعاملت مع الاي اي لاول مره، ودي كانت تجربه حلوه جدا، يعني ان انا ابدا ادخل الفيديوز في الشغل والاي اي في الشغل. بس تجربه متعبه شويه بس كانت لذيذه في الاخر. يعني هي شيماء اكتر حاجه خايفه منها ايه؟ لجنه التحكيم ولا الكاميرا؟ لا هو الوقفه هنا بتوتر اي حاجه، مش يعني هي في توتر طبعا اكيد، بس يعني التجربه في المجمل حلوه. وانت هند اكتر حاجه قلقانه منها ايه النهارده؟ الحمد لله لجنة التحكيم والكلام اللي هيتقال. طب قلقانة من الكاميرا ولا؟ لا لا الحمد لله، يعني أول ما بدخل في الدرس بندمج وبنسى كل حاجة. أيه حساكي مش قلقانة من أي حاجة خالص؟ خالص ولا متوترة ولا أي حاجة خالص. مش متوترة. بتمنى لكم التوفيق النهاردة. يا رب. ميرسي جدا ليكم. ميرسي. نتمنى كل التوفيق لمتسابقاتنا اللي موجودين معانا النهاردة، ربنا يعينهم. الموضوع صعب والوقفة قدام الكاميرا صعبة والمنافسة شرسة جدا جدا جدا، متوقعين إبداع لا محدود في حلقة النهاردة. ده مع بعض متر متر دي سي سنتيم ملي كيلو متر متر دي سي سنتيم ملي. ايه ده انت عملت ايه؟ انا هبدا اتدرب عشان اشارك في الاولمبياد واجيب ميداليه البلد. ايه الاولمبياد دي؟ اسمها الاولمبياد. الاولمبياد دي يا سامي بطوله بتتلعب كل 4 سنوات، بتتلعب فيها كل الالعاب الرياضيه زي الشيش والسباحة والجمباز والملاكمة وقصر السهم، واللي بيفوز بيحصل على ميدالية يا إما ذهبية أو فضية أو برونزية، وأكتر دولة بتكسب ميداليات هي اللي بتفوز بالأولمبياد. عشان كده أنا عايزة أتدرب، ممكن تساعدني إني أتدرب؟ طبعا أساعدك. إزاي؟ عايزاك تجيب لي حبل لحلبة الملاكمة. خلاص أنا هتصرف. إيه ده؟ أنت لابس كده ليه؟ نفسي لعبة الشيش، انا بتدرب عشان اشارك في الاولمبياد. هدى كمان بتتدرب للاولمبياد، وانا عاوز حبل لحلبة الملاكمة. طب انت عارف طوله كام؟ لا مش عارف. طيب جاوبني. اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان تساوي كام؟ ثمانية. لا جمع متكرر على فكرة، يعني اثنان ضرب اربعة يساوي ثمانية. برافو عليك. لسه مش عارف طول الحبل كام؟ ازيك يا سامي؟ طبعا بتتدرب للاولمبياد. ايوه لعبة رفع الاثقال. وانا كمان بتتدرب، ساعدني اجيب لها حبل لحلبة الملاكمة. انت عارف شكل حلبة الملاكمة؟ ايوه مربعة الشكل. طيب انت تعرف ايه عن المربع؟ جميع اطوال اضلاعه متساوية في الطول. برافو عليك. لسه مش عارف الحبل كام متر. روح لطلاب مس هند سامي وهم هيقولوا لك طول الحبل كام. يلا بقى قولوا لي طول الحبل كام. هو قال لا اروح لكم شتوا طلابي. مين يعرف فيكم طول الحبل كام؟ هو انا. لا ده حلبة الملاكمة، حد يعرف فيكم طول الحبل كام؟ 5 فوت
4. لا ما هو ما قالش طول الحبل، ما قالش حتى طول الضلع، حد يعرف؟ لا. طيب تعالوا كده انت ركز كده معايا، هي حلبه الملاكمه كانت على شكل ايه؟ مربع زي ده؟ اه. طيب تمام، هو المربع لما اجي اقول هو ايه خواص المربع؟ اهم يعني اهم خاصيه في اضلاع المربع اللي بيميز المربع عن باقي الاشكال، اضلاعه مالها؟ متساويه. متساويه في الطول، تمام برافو عليك. هو الحبل بيتعلق فين؟ عند حلبه المركبه الحبل بيتعلق فين؟ حوالين هنا. بيتعلق هنا؟ اه. يعني بيتعلق ايه برضو؟ حوالينه. بيتعلق داخل الشكل ولا خارج الشكل؟ خارج الشكل. حبل زي ده كده؟ ايوه. صح؟ ايوه. بيتعلق كده؟ خارج الشكل. طب ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر الاطار الخارجي للشكل. احنا واخدين الاطار الخارجي للشكل ده تعريف الايه؟ المحيط. المحيط. يبقى احنا النهارده درسنا عن المحيط، بس محيط الايه؟ المربع. محيط المربع، برافو عليكم. طب انتوا لسه قايلين ان المربع طول ضلعه متساوي، صح ولا مش صح؟ صح. لو انا جيت قلت لكم ان طول الضلع ده 10، يبقى طول الضلع ده كام؟ مش هو مش جميع اطوال اضلاعه متساويه؟ عشر. لو الضلع ده 10 يبقى الطول ده كام؟ 10. وده كام؟ 10. وده كام؟ 10. اقدر اجيب طول الحبل؟ اه. هيبقى كام؟ 10 في 4. 10 في 4. وايه تاني ممكن برضو 10 في 4؟ صح. ممكن نعمل ايه تاني؟ جمع متكامل. 10 زائد 10 زائد 10. اه يعني انا لو حطيت الحبل من هنا لهنا يبقى ده طوله كام؟ 10. طب من هنا لهنا هيبقوا كام؟ 20. طب من هنا لهنا؟ 30. طب من هنا لهنا لهنا لهنا؟ 40. وده يا ولاد قانون المحيط اللي احنا كنا واخدينه قبل كده. المحيط هو مجموع اطوال اضلاع الشكل، اي شكل هندسي، مستطيل، مثلث، عايز اجيب محيطه، اجمع اطوال اضلاعه. اجمع ايه يا ولاد؟ اطوال اضلاعه. بس المربع بتاعي حاله خاصه، ليه حاله خاصه؟ عشان خاطر اطوال اضلاعه متساويه. بدل ما اعمل 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10، هو ده اسمه ايه؟ متكرر. ده جمع متكرر، برافو. ممكن نحوله لايه؟ ضرب. لعمليه ضرب. هضرب في كام؟ في 4. ليه 4 يا كندا؟ عندي 4 اضلاع، عشان ده عندي 4 اضلاع. يبقى انا عندي هنا جبنا المحيط، يبقى المحيط بيساوي 10 في 4. 10 ده كان ايه يا ولاد؟ 10 ده طول الضلع. طول الضلع في 4. وهو ده يا ولاد درسنا النهارده، ان محيط المربع طول الضلع في 4. طيب انتوا قدامكم دلوقتي مربع، كونوا لي منها مربع. يلا عايزه اكون، حد يكون لي مربع. خلصتوا؟ اه. يا خلاويص اجي. اه خلاص اجي. مش مربع يا حبيبتي؟ فين المربع؟ مربع جميل. هو عمل ايه؟ طيب ده مربع، وريه لي فين، عايزه اشوف. اهو. لا خليه كده في النص. طب انا المربع ده عايزه اجيب محيطه، اجيب محيطه ازاي؟ اقيس ايه الاول؟ هنقيس ايه؟ طول الايه؟ طب قيسي كده يلا يا اسيل. ها برافو، لازم نتجه بالصفر، برافو علينا. ايوه 12. متاكد كده يا محمد؟ ايوه. هل الكلام صح؟ أه. طب تعالي كده هاتيه عندي كندا. هيا كندا يلا اتاكدي لنا كده. ادي المربع اهو، هي طول ضلعه كام؟ يلا نقيس هي فين الصفر؟ انا برضو مش شايفه زيك بالظبط، اهو الصفر هنا اهو. يلا برافو. كام؟ يبقى محيطه كام؟ 12 في 4. بكام 12 في 4؟ 48. الكلام ده صح اللي هم قالوا عليه؟ طيب تمام برافو عليكم. طب انا عماله اقول 10 وانتوا بتقولوا 12، 10 ايه و12 ايه؟ 10 قلم ولا 12 كرسي ولا ايه بالظبط؟ احنا قسنا بالايه؟ المسطره دي بتقيس بالايه؟ بالسنتي. يبقى احنا لازم نراجع على وحدات قياس الطول. هي ايه وحدات قياس الطول؟ اللي هي مثلا كيلو متر متر دي سي سنتي. برافو عليكم. المحيط يا اولاد بناخد نفس وحده قياس طول الضلع، لو طول الضلع بالسنتي يبقى برضو المحيط بالايه؟ بالسنتي. طب لو طول الضلع بالمتر يبقى المحيط بالايه؟ متر. لو طول الضلع بالدي سي يبقى المحيط بالايه؟ طيب احنا شفنا في الفيديو ان سامي كان عايز يجيب طول الحبل بتاع حلبة الملاكمة. تعالوا نشوف كده مع بعض حلبة الملاكمة. يلا يا أسيل تعالي بسرعة. يلا يا أسيل. برواز على شكل مربع طول ضلع 4 سم، يبقى محيطه كام؟
4 سنتي. هنضرب ايه؟ 4 في 4 16. برافو عليكي، تعالي كده خدي الحبل يلا وعلقيه على حوالين حلبه الملاكمه. ايوه برافو، ايوه برافو عليكي يا اسيل. هنديك يلا ميدالية. انت جبتي فزتي في الحلقه فخدتي الميدالية. واضح ان المستوى عمال يرفع والابداع رائع. الوسائل التعليميه كالعاده انت متميزه جدا فيها. شكرا. اكتر حاجه عجبتني انك بداتي الدمو بتاعك او الحصه بتاعتك بابتسامه. الولاد لما بيضحكوا ويبتسموا خلاص هو بعد كده متقبل كل حاجه انت هتعمليها بعد كده. لو مش حابب المدرس لو ما فتحتش قلبه مش هتفتح، مش هياخد اي حاجه، مش هتفتح عقله. عجبتني جدا جدا. هو بس الفيديو طال سنه، هو بس يمكن فده اثر على وقتك. انا عارف كان عندك افكار اللي هو الورم اب او التمهيد كله موجود في الفيديو اللي هو الجمع المتكرر ونحوله لضرب، والمربع الحلبة على شكل مربع وخاصيه المربع ايه بحيث ان الاولاد يتذكروا اللي موجود بالظبط. بس عشان خاطر بس ايه يبقى يديكي اريحيه في انك تشتغلي بقى شغلك. يا رب ان شاء الله. روح بقى لجنه التحكيم نشوف اخبار ايه. يا رب. دكتوره هناء حلل لنا الاستراكشر والاسسمنت اللي عملته النهارده. طيب مس هند معروفه يعني اولا هي اخذت الاولاد في رحله اكتشاف، وانا بقول دايما في حصه الماث اديهم ان هم يعيشوا كرياضي. ما هو الرياضي ديتهم لما اكتشفوا محيط المربع ما صحيش الصبح لقى المربع ومحيطه، هو ماشي في رحله اكتشاف. فهي استخدمت الاكتشاف، وحتى في المناهج الاجنبيه يقول لك ثينك لايك ا ماثيماتيشن، فكر كانك رياضي. فانت النهارده في رحله الاكتشاف اللي هم مشيوها علشان يكتشفوا محيط المربع كان رائع ووصلوا للقانون. ليكي برضو اسلوب حفظناه عنك، وهو ان هي مش بتدي العنوان الدرس، هي بتخليهم يكتشفوا. فاكره انا فاكره الجامعة كويس جدا، بيكتشفوا هم عنوان الدرس. فقالت لهم احنا الدرس المحيط. الاستراكشر بتاعك كان مظبوط جدا يا هند، حلو قوي، ورمنج اب، وعملت تيتشنج مظبوط. عملت تعالي بقى في الاسسمنت. في الاسسمنت، الاسسمنت هو ايه؟ اتاكد ان انا الاهداف تحققت. انت كان اهدافك ايه مس هند؟ ان هم يعرفوا المحيط المربع اللي هو طول الضلع في 4 ويطبقوا عليه. حلو جدا. اتاكدتي ان كل حد من القاعدين عارف يجيب محيط مربع؟ هو انا اللي هم عملوا مع بايديهم، هم قالوا لي 12 في 4 ب 48، بس انا هنا ما الوقت ما اسعفنيش ان كل واحد فيهم. احنا وصلنا لراوند 2 قبل النهائي ولسه بنقول وقت. هو الفيديو اللي طال معاها اثر على ايوه برافو. هو شويه عندك كان سوء تقدير منك شويه في حته الفيديو، لكن انا الاسسمنت نقول تاني، احنا لازم نعمل اسسمنت لجميع الطلاب. أيوة. بشكل فردي او جماعي او تيم ورك يعني. او بشكل فردي او حتى لو بير، وبعد كده بنعمل فيدباك، بندي فيدباك محترم، او بعد كده بعد بناء على نتائج الاسسمنت بنعمل شويه تغييرات. شكرا. فيعني شكرا دكتور نور. كلمنا النهارده عن الميثودولوجي، وحضرتك عارف ان الرياضيات هي تخاطب العقل، وانا عارف ان حضرتك دايما مهتم بالحته دي، فكلمنا عن ده. اهلا بيك يا هند، انا بحييك. خليك عندي سؤال اجابته مفتوحه. انت على وعي بالخطوات اللي بتعمليها؟ الحمد لله. على وعي تربوي بيها، فبتعملي كل خطوه وانت واعيه بتعملي ايه؟ الحمد لله. ان شاء الله تكون مدرب عظيم ان شاء الله. عجبني انك عملتي توحيد للمزاج العام للطلاب. عملتيه ازاي ده؟ لما خلصتهم يركزوا معايا في الفيديو شديت انتباههم، فبالتالي تلقوا مني اي حاجه انا هقولها الحمد لله. هل المزاج العام ده مهم؟ لان عشان يفصلوا هم طبعا بيبقى في المدرسه بيبقى في حصص ورا بعض او سيشن ورا بعض، فلازم يفصلوا ما بين ده وما بين ده. تسلمي. جميل. طب ايه كان العنصر في الوسيله اللي استخدمتيها عشان توحدي المزاج العام؟ في الفيديو؟ مش كل الفيديو لتوحيد المزاج العام. في حاجه كان عنصر معين في الفيديو اللي هو اللي هم يشوفوا الابتسامة. فاكره لما قلت لك انت على وعي باللي بتعمليه؟ ده كان احد ال الحمد لله. هم ابتسموا عشان فبقوا مع بعض. انا كنت حطاها يعني قصدها عشان خاطر اشدهم. المزاج العام ده مهم ويبقى ايجابي ليه؟ لانه بيفتح مدارك العقل، فبيبداوا يشتغلوا بحريه عقليه. هقول نقطه كمان غير المزاج العام، لان الكلام كتير وانا ما معيش وقت كتير، لكن هسالك سؤال كمان. انت وانت داخله للطلاب بتبقي منتبهه بتدوري على مين؟ عينك على مين في الطلاب؟ اللي قاعد مش مركز او اللي قاعد نايم، اللي قاعد مش قادر، تعب. طب ليه اتاخرت شويه في الانتباه لكندا؟
عقبال ما شفت الفيديو كانت هي يعني كانت متابعه في الفيديو، بعد كده لقيتها راحت مني فقلت لها لا قيسي تاني طوله كام. المعلم القوي هو اللي بيطلع نتيجه مع الطالب القوي ولا الوسط ولا اللي قدامه بعض العراقيل؟ لا اللي قدامه بعض العراقيل. فبنبقى منتبهين قوي ليه من البدايه. بالظبط. بحييك. شكرا. بحيك. شكرا دكتور. بحيك. طيب دكتوره نهال كلمينا عن ستودنتس انجيجمنت والكريتيفيتي. طيب الانجيجمنت اهلا بيكي هند الاول. اهلا بحضرتك. الانجيجمنت حصلت طبعا ولكن في الشق الثاني من حصتك، لان زي ما قلنا كده الفيديو كان طويل عليهم شويه، المفروض قبل ما اصلا اقول الفيديو اقول انستراكشنز الاول قبل ما افرج عليهم الاكتيفيتي اللي هو بتاعي النهارده، هنشوف كذا عشان عايزين نعرف كذا يا اولاد. طب مين يعني مستعدين يجيبوا الاجابه يلقطوا الاجابه من الفيديو، انما في الاخر ممكن الاجابه تتقال وهم ما خدوش بالهم منها لانه ما خدوش انستراكشن قبل ما نبدا، اللي هي الجمله الدكتور تامر قالها في اول برنامج تاسك. هو انا ما كنتش قايله طول الحلبه كام، يعني انا كنت عايزاهم الاول واحنا هنجي نعمل ايه، فقلت لهم هو قالوا طول الحبل بس. بالظبط. ونعرف بقى طول الحلقه. بحييكي طبعا على الفيديو اللي انت عملتيه. طبعا لمعشر المدرسين كلهم يا جماعه، الاي اي ما عادش اوبشن، الاي اي بقى ماست في حياتنا. تمام، انت بتجيب لهم الفيديو الاي اي عشان تقرب لهم المسافات وتقرب لهم الدنيا، يعني الاي اي عباره اصلا كله كرتون اصلا، يعني هم اصلا حياتهم كلها كرتون، فتدخلت لهم المات او الماده العلميه في الكرتون خلاص هم ضحكوا، بدل ضحكوا خلاص بقى يعني خلاص بقوا عجينه صلصال في ايدك تشكليها زي ما انت عايزه. تمام، الهاندزن اكتيفيتي اللي انت عملتيها تحفه، البورد رائعه، الوانك تحفه، الموجود برده الحلبه اللي عملتيها دي برده حلوه قوي، يعني عملتي جو تحفيزي وجميل في الكاس، جو لعبه يعني مش طبيعي، يعني مش دايما ده بيحصل في حصه المات خالص على فكره. كنت هقلك برده انه مفيش كلمات او ارقام مكتوبه، لقيتك في الاخر حطيتيها. الوان رائعه بصراحه، يعني كل حاجه عملتيها النهارده كانت بيرفكت حقيقي، يعني ربنا يحفظك. شكرا. نبدا بقى بالدرجات. سمعنا كلام، نشوف بقى الارقام. يا رب ان شاء الله. كريتيفيتي دكتور هناء 14. دكتور نور 14. 13. ميثودولوجي 14. عشان الراتنج اللي في النهايه 13. 12 برضه عشان الاسسمنت وبعض الاشياء. طيب ما هو الاسسمنت ده حاجه ثانيه. طيب استراكشر 14. ستودنتس انجيجمنت 14. 12. طيب الليرنينج اوتكم 13. 12. 12. طيب درجات ممتازه، هنشوف بقى بقيه اليوم يا رب ان شاء الله. ربنا معاهم يا رب باذن الله. طيب شفتوا معانا فردين من أفراد عائلة التنوين. الفرد الأول كان التنوين بالضم وهو طفل قوي. أين يحب الجلوس؟ فوق الكلمات. فوق أم تحت الكلمات؟ فوق أم تحت الكلمات؟ فوق. والطفل الصغير التنوين بالكسر أين يحب الجلوس؟ تحت الكلمات. والآن من أكون؟ أنا ملك الغابة. أسد. الأسد. كيف أكتب كلمة أسد يا أصدقاء؟ ها أسد. الكلمة الأولى أم الثانية؟ أسد، لكن هنا أنا أقول أسد.
أين النون؟ هذه النون نون؟ كاذبة. هذه النون نون؟ كاذبة. من أكون أنا طويلة؟ رقبتي طويلة، لوني أصفر في بني. زرافة. كيف أكتب كلمة زرافة؟ زرافة. أين النون؟ نون كاذبة. هذه نون كاذبة، التنوين نون كاذبة. والآن دعونا نتعرف على الفرد الثالث من أفراد عائلة التنوين وهو الرجل العجوز. أخبروني يا أصدقاء، ماذا يحتاج الرجل العجوز عند المشي؟ عندما يمشي ماذا يحتاج؟ عكاز. يحتاج إلى؟ عكاز. وإذا جلس على كرسي هل يحتاج إلى هذا العكاز؟ لا. التنوين بالفتح رجل عجوز، دائما يحب الجلوس فوق الكلمات ولكن يستخدم العكاز. فعند تنوين كلمة أخطبوط يجلس التنوين بالفتح فوق الطاء ونضع بعد التنوين عكاز لأنه رجل عجوز. أخطبوطن. أخطبوطن. وعند تنوين كلمة حوت أضع فتحتين وبعد الفتحتين ألف عكاز. أحسنت يا صديقي. لكن هناك بعض الكلمات يا أصدقاء يجلس عليها التنوين بالفتح ولا يحتاج إلى العكاز. لدينا هنا بعض البطاقات، هيا اكتشفوا سريعا ما هي الكلمات التي يجلس عليها ولا يحتاج إلى العكاز. بيتن. عمرتن. أعطيني يا صديقي. أحسنت يا بطل، أحسنت. ها هذه الكلمة هنا يا أصدقاء، جلس التنوين بالفتح على هذه الكلمات دون الحاجة إلى عكاز. إذن كراسي الرجل العجوز ما هي؟ كالمربوطة والهند. أحسنت يا صديقي، ما هي الكراسي التي يجلس عليها ولا يحتاج إلى عكاز؟ كالمربوطة وهمزة. هنا في كلمة بناء جلس التنوين بالفتح على الهمز ولم يحتاج إلى عكاز، لأن كما قلتم الهمزة كرسي من الكراسي والكرسي الثاني هو التاء المربوط. يجلس عليهم الرجل العجوز ولا يحتاج أبدا إلى العكاز. والآن حبيباتي أحبائي، ما رأيكم أن نذهب إلى حديقة الجد ونقطف هذه الثمار؟ هيا حبيبي مازن، سنقطف ثمار الجد ونضع هنا الكلمات لينونها الجد لاحقا. هنا سنضع الكلمات التي تحتاج إلى عكاز، وهنا سنضع الكلمات التي لا تحتاج إلى عكاز. هذه الكلمة يا صديقي أين ستضعها؟ لماذا؟ لماذا لا أضعها هنا؟ مش محتاجة عكاز. لماذا؟ لأن التاء المربوطة كرسي. وهذه الكلمة هي يويو. ممتاز حبيبي. ها يويو يا يويو. هذه الكلمة يا صديقي أين تجلس؟ هل يحتاج إلى عكاز؟ أحسنت يا بطل. وهذه التفاحة أين سأضعها؟ في أي سلة؟ لماذا يا صديقي؟ ها لماذا وضعتها هنا؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأن التاء مربوطة كرسي. هيا حبيبي سريعا سريعا سريعا. أين سأضع هذه الكلمة؟ هل ستحتاج إلى عكاز؟ تنتهي بهمز أم ستجلس؟ أحسنت حبيبي. وهذه الكلمة؟ ممتاز يا بطل، ممتاز حبيبي. والآن يا أصدقاء، من أكون؟ أنا أحب الجري وآكل الجزر، من أكون؟ أنا الأرنب. مرحبا أصدقائي، أنا الأرنب أرنوب، أنا جائع يا أصدقاء وأريد الوصول إلى حديقة الجد لأحصل على الجزر، لكن عليكم أولا أن تقوموا بتنوين أسماء أصدقائي لأستطيع العبور لأصل إلى حديقة الجزر. هيا يا بطل نون اسم صديقي الأول. أحسنت، لكن لماذا وضعت هنا عكاز؟ لماذا؟ ما السبب؟ لماذا وضعنا عكاز؟ لأن الدال، هل الدال كرسي؟ انطق الكلمة لكي أستطيع العبور. كر كردن. أحسنت يا بطل. هيا يا يويو. يويو يويو سريعا سريعا سريعا. هيا يا صديق نون هذه الكلمة. يونس هيا سريعا.
قم بنطق الكلمة يا صديقي. يويو، قم بنطق الكلمة حتى أستطيع العبور. قم بنطق الكلمة. زرافتين. زرافتين أم زرافتان؟ زرافتان. أحسنت حبيبي، هيا يا بطل قم بتنوين هذه الكلمة. أين العكاز؟ أحسنت حبيبي، قم بنطق الكلمة. فيلا. أحسنت حبيبي، أحسنت أحسنت أحسنت. والآن يا أصدقاء حان وقت المسابقة، معنا دقيقة واحدة، هيا نقم سريعا بتنوين هذه الكلمات. ها ها هو القلم، ها هو القلم، ها هو القلم. خلصت. فنشت. انتهيت؟ ها قم بنطق الكلمة. بابا. لماذا وضعت ألف هنا يا بطل؟ لماذا وضعت عكاز؟ أما عشان ما فيش كرسي. أحسنت يا بطل. ها بطتان. انطق يا صديقي هذه الكلمة. هيا. سماء. أن. سماء. أحسنتم يا رفاق. هيا يا صديقي، هيا يا صديقي، سريعا سريعا سريعا. والآن حان وقت المشاركة حبيباتي وأحبائي الصغار، هيا نقم سريعا، عبر عن هذه الصورة بكلمة، عبر عن هذه الصورة بكلمة. أنا متأكد أن أنتوا استمتعتوا زي ما احنا استمتعنا بالأداء الكرتوني. أنا بحب نبرة صوتي جدا يا آية، والطريقة اللي بتتكلمي بيها مع الأولاد جميلة، والأفكار والطريقة طول الوقت إن أنت عمالة تتأكد إذا كانوا فهموا ولا ما فهموش، أي إجابة بيجاوبها أي طالب لازم تسأليه طب دي ليه، طب دي ليه. رائع. أنت مش بتحفظيهم، أنت كمان بتخليهم بتساعديهم يفكروا ويحللوا إجاباتهم صح إزاي. ربنا يبارك فيكي، وحصة رائعة. ربنا يبارك فيك. أنا عارف إنك كنت متوترة، وعارف إن عندك أحلى من كده وأعلى من كده، بس اللي إحنا شفناه برضه كويس. هنروح بقى نشوف لجنة التحكيم. دكتور نور، عاوز حضرتك تقول لي النهارده الميثودولوجي اللي استخدمته ومدى مطابقته للعمر اللي فيه الطلاب. انا استمتعت، الانجيجمنت كان رائع جدا جدا جدا، الطلاب كلهم حاسس في اتصال قوي مع المس الرائعه او الاستاذه الرائعه. انما خلينا نقول حاجه يا دكتور، ان في دايما سؤال بيتسال، علاقة الفصل بالواقع إيه؟ في حاجة كده بنتدربها في تعليم القرن 21، إن لازم المعلم يكون بيربط اللي بيحصل في الحصة بالواقع الخارجي. اللغة العربية فيها البلاغة مطابقة الكلام مقتضى الحال، يعني لها علاقة بالواقع الخارجي. فإما إن كان غرض حضرتك إيه من الحصة، هل هو تدريب صوتي إن الولد يجرب الظاهرة التنوين فقط، أم إنه يتعرف على التنوين، أم إنه يطبق التنوين؟ فلو كان هدفك انه يجرب التنوين صوتي، فالسبع دقايق دول كانوا اكثر من رائع. لو كان الاهداف اللي عند المعلمه اوسع من كده شويه، اتصور يعني كنا ما قدرناش نحقق هدف ربط الكلاس تايم او زمن الحصه او المحتوى او الممارسات بالواقع. يعني ما اعتقدش ان طالب فيهم يقدر يستفيد من الوقت ده في انه يستخدم التنوين في الواقع او في الكتابه بتاعته او في الكلام بتاعه. كان الهدف التنوين بالفتح مختلف عن التنوين بالضم والتنوين في الكسر، إن هو التنوين الوحيد اللي بيحتاج بعد كتابته لألف. فهو كان الهدف إن الطفل يفرق إمتى بحتاج أضع ألف بعد الكلمة وإمتى هكتفي بوضع فتحتين فقط. فده كان يعني ده كان الهدف. لو كنا استفدنا في البداية وقلنا الهدف ده، أو في النهاية وقفلنا بالهدف ده، كنا احنا انتبهنا لده. هو الوقت جميل، هو كل الوسائل اتقدمت، والهدف كان يعني الهدف أنا حققته في النهاية. بقى كانت هي عبارة عن كلمة هيكتبوها، هي كلمة هدية، وكنت هقدم لهم الهدية. فهو الهدف اتحقق، هم قدروا يعرفوا ان التاء المربوطه كرسي والهمزه كرسي، امتى نحط الالف وامتى ما نحطوش. فهو الهدف من الحصه. انا موافق ان الهدف ده اتحقق. بس هو ده هو كان هدف. استاذه نهال، ايه راي حضرتك النهارده في الستبس اللي مشت عليها واستخدام الوسائل التعليميه الجميله دي؟ طيب اهلا بيكي. الاول اول حاجه هبدا لك بيها ان انت محرك الالفاظ عندك حلوه جدا، ودي اول حاجه مدرس اللغه العربيه لازم يحط عينه عليها. ما ينفعش مدرس اللغه العربيه محرك الالفاظ عندي مش مظبوطه، ارقق حرف يتفخم، افخم حرف يترقق، ما ينفعش. الطالب قاعد قدامي بيتعلم مني، لازم يخرج من قدامي استاذ زيي.
تمام. طيب السن الصغير ده طبعا لازم يتحرك زي ما انت عملتي كده، لازم كل شويه يقوم، يعني ده مش اوبشن، لا ده يعني حاجه اكيد لازم تحصل في السن الصغير ده زي ما انت عملتي كده. وبعدين انت تدخلي لهم القصه في التعليم، وتعملي لهم الفكره بشكل مرئي زي ده رائع. واحد عجوز مسك عكاز وقام وشبهتي التنوين باشكاله وعملتي بيرسونيفيكيشن او تشخيص للاشياء، ده من افضل الحاجات اللي بتعمليها للطلب في السن ده، لان هم اكتر حاجه عندهم دلوقتي هم فيجوال، بيتعلموا بعينيهم وبالايه وبالحركه الاثنين، دي اكتر وسيله انت ممكن تثبتي معاهم فيها المعلومه. تصحيحك الغير مباشر كان حلو جدا، ودي افضل طريقه لتصحيح المعلومه في الطالب. يعني الولد اللي في النص بيقول لك فينش، تعملي كلمه انجلش طول الحصه، انت قلتي له ايه؟ قلت له لا يا حبيبي ما تقولش كده، لا انت هايت، هو خلاص كده فاهم ان هو مش هيتكلم انجلش تاني من اسلوبك، يعني ده افضل طريقه صح بيها الغلط للطالب. طيب هسالك بقى سؤال للدكتور نور، كان سؤال زمتك اللي قبلك، انت عارفه انت بتعملي ايه؟ يعني انت لما قلت لهم ارسموا قدامكم دقيقه، كنت قصد ان هي تايم ديبير شير، ولا كنت قصد ان هي حاجه عاديه؟ يعني كنت قصد تستخدم الميثودولوجي ده في الجيم دي، ولا كنت في الوسيله هذه الوسيله؟ انت قلت لهم لاول حاجه قدامكم دقيقه، معنى ده خالص عايزه اتاكد، عايزه اتاكد اكيد ان هم خلاص يعني اتقنوا المهاره. امتى نحط الالف وامتى بس هيكون؟ انا بتكلم على التكنولوجي الميثودولوجي بقى اللي انت استخدمتيها، كنت قصد تستخدمي تايم ديبير شير، ولا كنت سايباهم عادي معاكم؟ هل يعني عشان بس اعرف الاستراكشر اللي كنت ماشي عليه بالميثودولوجي تايم بير شير؟ تمام. شكرا شكرا شكرا. دكتوره هناء، عاوزين نتكلم عن الليرنينج اوتكمز والاسسمنت. طيب انا ما بكلمش اسسمنت واعرف غير لما اعرف اهدافي. انا بالنسبه لي هي قالت الهدف، لا خلاص انا كان واضح بالنسبه لي، يعني انا وهي بتقول كان واضح امتى اضع العكاز اللي انت سميتيه عكاز وامتى لا اضع. فانا بالنسبه لي الهدف واضح، كان واضح من البدايه، مش شرط المدرس يقوله هدف سنتعلم، وكان الافضل نقول سنتعلم اليوم كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين عملت اسسمنت باكتر من طريقه، عملت فورماتيف وعملت سامتيف، وفي الاخر اتحقق الاولاد. بس انا عندي حاجه بسيطه جدا يعني مساي بالنسبه للاسسمنت، لما انت اديتيهم مثال قبل ما تقولي قاعده، يعني في اسسمنت عملتيه قبل القاعده وحلوا وبعدين قلتي القاعده، بناء على ايه؟ مفروض ان احنا قبل ما ندرس التنوين بالفتح درسنا بالفعل التنوين بالضم والتنوين بالكسر، واحنا خلاص عرفنا ان التنوين هو عباره عن نون، انا دايما اقول لهم نون كاذبه تنطق ولا تكتب. فلما عرضت عليهم الصوره الاولى الكلمه الصحيحه، فهم اختاروا الكلمه الصحيحه لان هم بالفعل درسوا التنوين بالكسر والتنوين بالضم، وهم فاهمين يعني ايه تنوين. الاختلاف بقى الوحيد اللي هو صحيحه وغير صحيحه، انا ما فهمتش الاكتيفيتي اصلا، ما كانش في تعليمات واضحه قبل الاكتيفيتي. انا لقيت انت بتطلعي صوره وناس بتقول صح وغلط، انا احنا فهمت في البداية فين فين التعليمات اللي قبل الاكتيفيتي. انت اوفر اول رائعه، احنا بس بن 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 يعني نقول هنا كان في حاجات ما محتاجه تظبط، بس اوفر اول انت رائعه وحسيتك كانت رائعه. الدرجات بقى الدرجات عشان الوقت نتكلم بس. درجات يلا. طيب يلا كرياتيفيتي 13 ميثودولوجي 13 structure 13 students engagement 14 learning outcome and assessment 14 طيب درجات رائعه ما شاء الله، يعني زي ما شفتوا كده ما شاء الله المستوى عمال يعلى يعلى يعلى. وبفكر كل اللي بيتفرجوا علينا تقدر تستخدم كل الأفكار دي في الفصول، عاوزين يكون للبرنامج مساهمة في تحسين أداء المعلمين داخل فصول مصر والوطن العربي كله. نخرج لفاصل ونرجع نستقبل المتسابقة رقم 3 النهاردة، نشوفكم بعد الفاصل. ودلوقتي جينا للمحطة الأخيرة النهاردة في حلقتنا مع الأستاذة شيماء محمد معلمة اللغة الإنجليزية اللي كانت موجودة معنا في الحلقة السادسة، وكان عندك مركز لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال وقلت لك بيعمل لك دعاية مجانية. خلاص قولي لي بقى إيه أصداء الحلقة اللي فاتت؟ لا طبعا الولاد كانوا مبسوطين جدا وأنا كنت حابة إن هم يشوفوا قدوة ومحتوى هادف، مش بس أغاني والحاجات اللي الولاد بيتفرجوا عليها يعني. والأعداد زادت في المركز والله الفكرة مش فكرة الدعاية، الفكرة إن فكرة الولاد الموجودين يبقى قدامهم قدوة هم عارفينها فعليا وشافوا في الحلقة
بقى نموذج اللي بنشوفه في المركز في التي وفي التلفزيون كمان كمان تمام. احنا النهارده يعني مش هنضيع وقتك ان شاء الله. توكل على الله. شكرا يا دكتور. اتفضلي. Hello, hello, hello. I'm very happy to see you again. Okay, are you ready? Yeah! Okay, in front of you, there are sheets. Please look to the picture, say the word, and stick the right vowel in each word. Start, go, 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 go. Cap, hug, cap. Stop. Okay, 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 okay. Cap. Quickly, quickly. Pin, cat, pot. Okay, finish. Cup. Super amazing. Gum. Stick it well. Okay. Hen. Thank gum. You. Huh? Keep. Have you finished, Eunice? Yes. Eunice Sheikh, have you finished? Yes. Okay, thank you. Huh. Did you stick one vowel or two vowels in each word? May I help you? One vowel. Yes. Do you stick one vowel or two vowels in each word? One. One vowel. Yes, super, Eunice, thank you. Eunice, can you read this word, please? I finished. Ta. Top. Yes, thank you. Eunice, can you read this word, please? Yes, kid. Kid, yes. Amazing. Can you read this word, please? Cut. Okay, do you think one vowel makes short sound or long sound? Short. Yes, short sound. Okay, do you remember the names of the vowels? Yes. Do you remember their names? Yes. Huh? Yes. Yes, A. A. E. E. I. O. O. You. Okay. What do you think if we have two vowels come together? Okay. Let's watch this video and please pay attention to the sounds and the names. Okay. Let's go. There were three friends, a snail, a goat, and an eel. The snail was saying sound ah. The goat was saying sound ah. And the eel was saying sound a. They found a pie with letters. A-E-I-O-U. The snail ate the letter I and started to say A-A-A-A-A-A. The goat ate letter A and started to say oh. And the eel ate letter A and started to say E-E-E. Do you notice? Yes. They were saying the short vowels, and when they eat the vowels pie, they started to say their names. Okay, amazing, huh? The snail was saying short sound. And when it ate the pie, it started to say A. Eunice Sheikh. Eunice, the goat was saying sound, short sound. Yes, super. And when it ate the vowel pie, it started to say Eunice. Eunice Abdullah. Huh? The eel was saying short sound. Yes, and when it ate the vowel pie, it started to say E. So it's very simple. When we have two vowels, the first vowel will eat the second vowel sound and becomes longer and stronger and started to say its name. Okay, it's very easy. Yeah. Yes, look to the first sound and say its name. Huh? This is will be A. Yes. Huh? This is will be I. Super. I. Eunice, thank you. Huh? This is will be Oh, okay. Okay, can you read this word, Eunice? Mezin, please. Man. Make it long. Main. Yes. Read it. Feed. Man. Make it long. Feed. Yes. Feed. Goat. No, go. Short vowel. Got. Yes, make it long. Diff. Goat, yes, super. Diff. Can you come here, please? Mazen, come here. Eunice, come here. It's reading time, okay? Yeah. Huh. Read this word. There is no word. A. Okay. To appear the word, you must say the password. The password here? A. Okay, huh? Wait. Huh, Eunice? Nail. Yes. Eunice?
snail. Say, no. Say. Sail, yes. Oh, 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 super oh. Huh. Say the password. Oh, oh, oh. And pull the rope. Okay, pull the rope. Oh, oh, oh. Yes, pull the rope. Yes. Huh? Mazen? Todd. Todd. Eunice? Foe. Eunice the sheikh, huh? Foe. Yes, Eunice, it's your turn. Goat. Toad, yes, Eunice. No, 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 say the password. No. Say, pull the rope, huh? Feel. Huh? Eunice? Sheep. Eunice? Weak. Weak. Thank you, you are amazing. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hey, 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 there's another game. Come, 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 come. Eunice, come, 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 come. Okay, I will stay here, and I have some cards in this box, okay? Please choose one card. Huh, read it. No, no, wait. Huh, read it. Quickly. B. B. Go and stick it on the suitable vowel. Vowel team. Eunice. Okay, choose. Choose one. Okay, huh? Tail. Yes. Go and stick it in the suitable vowel. Go, 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 go. Huh, Eunice. Okay. Read it, Eunice. Sheep. Sheep, yes, go and stick it. Okay. Mazen, huh? Come and pick another one. Okay. I'm sorry. Huh? Read it, Mazen, read it. Tail. Huh? Pick another one, pick another one. Yes. I will help you, okay? Huh? You are super O. Foam. Foam, yes. Go, go, go and stick it on the O. Okay. Huh? Okay, okay, okay. Choose a color. Quickly, quickly, quickly. Let's pray, read and jump. Go to the red color. Huh? Choose a color. Yes, go to the red color. Huh? Yes, go to your color. No, no, no. We start with Mazen. Huh? Read and jump. Yes, I. Hmm? Die. Yes, huh? Die. Yes, read the sentence. Thank you, super amazing. Eunice, start. A. E. E. Yes. Meat. Yes. Read. Huh? I eat meat. Thank you, amazing. Super. Super. O. O. Yes. Huh? Toe. Jump. Yes. Ho. Yes. I have a big toe. Thank you. Thank you, Eunice. Thank you. You are super O. Really, you are super O. Thank you. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني كل مرة شيماء بتثبت لنا إن أنا أقدر أعمل كارير شيفت وأبقى حد سوبر وناجح. شكرا. عاملة كارير شيفت أنا فاكر صح؟ آه. فاللي إحنا شفناه ده كله حد أصلا في الأصل ما كانش متخصص ولكن أصبح متخصص وبارع كمان. ربنا يبارك فيك. حقيقي أنا مبسوط جدا والأكتيفيتيز والولاد إنه بيتحركوا والاستوديو اللي مش عارف هننظفه إزاي دلوقتي بس شغال يعني. ربنا يوفقك. رائع جدا جدا ومبسوط جدا من اللي شفته. أروع وأروع من المرة اللي فاتت. شكرا يا دكتور. هروح بقى لجنة التحكيم ونسمع منهم. هبدأ بالأستاذة نهال. أستاذة نهال إيه رأي حضرتك النهاردة في اللي شفتيه من الإنجيجمنت ستودنتس إنجيجمنت والأكتيفيتيز؟ بصي أنا كنت شايفة يعني في حصة ألعاب مش في حصة إنجليزي بجد يعني. فزي ما قلت دايما الطالب في السن الصغير ده لما تشغليه بالألعاب وبالتنطيط هيديكي كل طاقته ويطلع لك كل اللي عنده حتى لو هو الدرس مش على مزاجه يعني هيحبك وهيحب الكلاس وهيحب المادة وهيحب حصتك ويستناكي. خصوصا إن أنا عملت لهم فيديو طبعا وهقول تاني الـ AI ما عادش أوبشن خلاص ده بقى خلاص ضرورة في حياة كل مدرس لازم كل مدرس يستعمله بالذات كمان لو حاطط لهم في الفيديو بقى حاجات إيه شيقة من هما بيحبوها يعني شخصية معروفة رونالدو ميسي أي حاجة ترندي كده زي ما ترجمها الدكتور محمد فوزي الغازي العالم الكبير ترجمها حدوثة سائرة يعني زي ما بنقولها كده. الوسائل التعليميه بتاعتك رائعه رغم بساطتها يعني هي كرتون ومحطوط عليه اشكال بسيطه جدا ولكنها انا اتخضيت لما انت نزلت الحاجه دي يعني هي بصراحه فكره تجنن لما انت قلت لي فولو شات هي تحفه جدا حلوه جدا ولكن حاول تحافظ عليها هي مصنوعه من الكرتون يعني عشان تعيش معاكي ولا يجي عليها ميه ولا يعني دي يعني ده الوسائل اللي بتستخدمي بيها في كل الكلاس يعني فيا ريت تحافظي عليها يعني. اتمكنت من وقتك كويس جدا وحققتي كل اهدافك في خلال 7 دقائق لان في ناس كتير جدا بيفرط منها الوقت ده برافو عليكي بجد يعني ده تارجت حلو قوي انك حققتيه النهارده. الليرنينج اوت كوم طبعا كلهم اتعلموا. هنسيب بقى الليرنينج اوت كوم. شكرا. طيب دكتوره هناء عاوزين نتكلم عن الستراكشر اللي حصل النهارده
الخطوات بدأت بإيه؟ بصي أولا يا شيماء أنت مبدعة كالعادة، وخلوني أقول لشيماء بس حاجة، هي عندها باشن، وأنا دايما بقول يعني إيه التدريس دايما بشبهه بالغوصي في البحر أو بتعدي لبحر من غير دواري، هو متعب شوية بس اللي عنده باشن بيأدي حلو. انت باين قوي على شخصيتك، وانا بحب المدرس اللي بيملى مكانه للكلاس، فده لازم يعني اثني عليه. وسائلها اللي هي جزء من الاستراكشر كان فيها ابداع، ولكن غلطتي خطا متكرر، وهو نبص كده الوسيله دي، هو قال الباسورد وبعدين ارى ثلاثة كلمات فيها نفس الساوند، ولما جيتي قيمتي هنا قيم ثلاث كلمات فيها نفس الساوند، ما هو اكيد انت قلتي له لونج او كده، فهو ارى تو والكلمه اللي بعدها، لا بس هنا كل واحد فيهم ارى واحده مختلفه، لا انت قلتي قول باسورد، هو تقصد التدرج، لا هو قال الباسورد بس مازن ارى دي ويونس ارى دي، يعني كل واحد فيهم ارى واحده، طيب منطقي ان الثلاثه هيكونوا نفس الساوند صح؟ عارفه لو عملتيها انه ساوندز مختلفه فنقيس اخر حاجه بقى السامتيف، السامتيف اسسمنت يبقى مختلف. هنا برضو انت عملتي السامتيف في ان هو نفس الساوند بنفس الستودنت، فدي خدي بالك دي غلطه في الاسسمنت خطيره، يعني دي ما تقيسش حاجه، يعني اقري هنا الاي وهنا الاي حبيبتي، لا هي ده وده بيقيسوا نفس الشيء، الاكتيفيتي ده ده وده بيقيسوا نفس الحاجه حضرتك، ونفس الطالب بيقول نفس الساوند خصوصا في الاكتيفيتي الاخيره، هنا غيرنا خدي بالك اخترنا حاجه مختلفه. ايوه تمام. عندك حاجه شويه محتاجه برضو في تصحيح الاخطاء، او انك انت تديهم الفيدباك محتاجه تركزي قوي، يمكن عشان الوقت عايزه تاكلي اخطائهم، بس احنا شفناها اوفر اول انت ممتازه. دكتور نور، ايه راي حضرتك النهارده في مستوى الكرياتيفيتي اللي شفناه في الاكتيفيتيز وفي الطريقه اللي بدات بيها، وكمان في الليرنينج اوتكم؟ الشرط او الباسورد كان شرط وظيفي، فبحييكي، اللي ما ينفعش احاول اقرا الا لما احقق الكيورد او السر او الحاجه المطلوبه او المهاره المطلوبه، فكان الشرط موفق في التصميم للايد للوسيله، وساعات الناس بتحب الشكل فانت عملت الاثنين الفانكشناليتي والاتراكتيفنس، فجميل. معلم اللغه حظه بيبقى صعب شويه انه محتاج يتقن اللغه، فعندنا لغه جميله، عندنا تفاعل حلو، عندك لغه وظيفيه اثناء وده بيعلم حلو قوي، فالجزء المتبقي طفيف قوي، لان انا بعتبر ان الوسيله الاكبر هي اللغه نفسها وانت بتتكلمي، على اساس تبقى موقف اجتماعي والطلبه بتتعلم فيه بشكل كوميونيكتيف ابروتش. خليتينا اتعرف على انماط غير لغويه عند الطلاب، خليتينا اعرف منهم مين حركي وعملت لهم ساتسفاكشن كلهم، ومين نشط ومين شويه بيفكر وهادي ومين شخصيته، فاللي انت بتعمليه ده لو بتعمليه في فصول حيه هتكون فصولك رائعه جدا، فجميل ان شاء الله. جه وقت بقى التقييم، سمعنا كلام رائع، نيجي بقى للدرجات. كرياتيفيتي دكتور هناء 13، دكتور نور 14، استاذة نهال 13، ميثودولوجي 13، 14، 13، طيب ستراكتشر 13، 12، ستودنتس انجيجمنت 15، ما شاء الله الولاد كانوا 15 انجيجد 14، طيب ليرنينج اوت كوم اند اسسمنت 13، درجات ممتازه شبه بعض انتوا الثلاثه، التنافس هيبقى صعب جدا منكم. الحمد لله. زي ما شفتوا اعزائي المشاهدين النهارده التنافس صعب جدا، تقريبا نفس الدرجات، نفس المستوى من الابداع والمهاره والتشويق، احنا استمتعنا، احنا كلجنه تحكيم وكاداء استمتعنا جدا جدا، الطلاب استمتعوا، المدرسين كل مدرس لازم يكون فخور بنفسه انه وصل للمرحله دي، كل مدرس شارك في برنامج مايند ميكرز هو بطل، بطل لانه جه هنا تحدى نفسه وواجه الكاميرا، واجه الخوف من التقييم وهيقولوا عليا ايه زمايلي والطلاب بتوعي في السنتر والطلاب بتوعي في المدرسه، كل مدرس شارك في مايند ميكر هو بطل وهو نجم. في النهايه نشكر لجنه التحكيم اللي كانوا موجودين معانا النهارده، دكتوره هناء البيبلاوي والدكتور نور والاستاذه نهال، شكرا لحضراتكم، وبنشكر كل المتسابقين اللي كانوا مبدعين جدا جدا النهارده، ونشوفكم بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله في الحلقه الاخيره قبل الحلقه النهائيه اللي هنشوف فيها المتسابق او المتسابقه الاخيره اللي هياخدوا اخر تذكره للوصول للدور النهائي والفوز بالجائزه الكبرى 100,000 جنيه. كان معكم تامر أنور.